جابوه في برنامج تلفزيون القرضاوي، قال ماسك لي ورق زي ده، قال حديث، قالوا ليه خروج الحكام المسلمين ما بجوز لانه فيها حديث، ذكروا لي واحد اسمع واطع للامير ذكرت لكم قبل، وان جلد ظهرك اخذ مالك، قال ده حديث ليس صحيحا هكذا بالنص، قال لانه مرسل، والدارقطني قال مرسل. ياتون ببعض الاحاديث الضعيفه زي بعضهم يجيب لك الحديث في صحيح مسلم صحيح، يقول لك يعني اتبع الامير وان اخذ مالك وضرب ظهره، واتي احيانا باحاديث ضعيفه، فهذا كما قال الامام الدارقطني حديث ضعيف ولم يرد عن سيدنا حذيفه رضي الله عنه، لم يثبت عنه من وجه صحيح. عمك قطع شنو؟ قطع الكلام بتاع العلماء، انا جبت لك كامل برغم الصفحه برغم المكان بتاعه. قال النووي أن قلنا إنه الدارقطني قال الحديث ذا في إرسال هو النووي في شرحه لنفس الحديث في صحيح مسلم، شرح النووي على صحيح مسلم تحت الحديث رقم 1847 من صحيح مسلم. النووي قال شنو؟ شوف الكلام، هو جابه وقطعه. قال النووي وقوله يعني قول مسلم عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قال الدارقطني هذا عندي مرسل لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة. لحد هنا القرضاوي دي جابه والباقي ما جاب. ده رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قطعوا لحد هنا، رئيس الاتحاد العالمي بتاع الإخوان المسلمين كذاب، أكبر كذاب، الباقيين كيف؟ أكبر كذاب، قطعوا لحد هنا. يلا النووي هو جاب الكلام ده، كلام الدارقطني، وقال الدارقطني قال الحديث مرسل لانه ابو سلام ما سمع منه من حذيفه، ودي جاب النووي اصلا. قال شنو النووي؟ قال وهو كما قال الدارقطني لكن المتن صحيح، اسمع واطع للامير وان جلد ظهرك واخذ مالك، المتن صحيح. ليه؟ صحيح متصل بالطريق الاول، عشان كده من علم الإمام مسلم الغزير العريض جاب الحديث اثنين مقطوع اثنين بطريقين، حتلقى بصحيح مسلم نفس الشكل ده، جاب أول وقطعه، جاب الثاني بطريق ثاني. ليه؟ لأنه الإمام مسلم إمام في الحديث، عارف إنه ده مرسل، والمرسل إذا جاب طريق ثاني متصل يبقى صحيح، مش الطريق الأول، الطريقين صحيح. ده يعني علم المصطلح كده، الكلام ده معروف. فالإمام مسلم جاب لك طوالي، ده قام لقط القرضاوي ليه كلام الامام النووي، قرأ عن الدارقطني وقطع الكلام، وده قالوا النووي زمان، قال لكن المتن صحيح متصل، ونسمع الكلام ده بالطريق الاول، وانما اتى مسلم بهذا متتابعه كما ترى، وقد قدمنا في الفصول وغيرها ان الحديث المرسل اذا روي من طريق اخر متصلا تبين صحة المرسل وجاز الاحتجاج به، ويصير المسألة ويصير في المسألة حديثان صحيحان. مجرمين ولا ما مجرمين؟ مجرمين يا ناس، ونحن بنرد عليك بطريق ثاني برضو يا قرضاوي. قول كل الطرق بتاعت الحديث ده الما عجبك ده ضعيفة، عندنا حديث ثانية لا ما أقاموا فيكم الصلاة أفلا ننابزهم بالسيف، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حديث ثالث من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية، رواه مسلم. تودي وين؟ عندنا قرآن وأطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والخروج طاعة ولا مخالفة؟ مخالفة، مخالفة للقرآن لهذه الآية وغيرها من الآيات، لكن الناس مجرمين.